يبقى اول حاجه هي التعديلات الجديده. فاحنا عندنا هيبقى شكل المعده بعد التكميم هيبقى بالمنظر ده كده، خلاص بقت هي دي المعده الصغيره، وكل الجزء الكبير ده خلاص هنشيله نطلعه بره بالمنظار، ما عادش موجود وبقت هي دي المعده. زي ما احنا شايفين شكلها قريب من شكل المعده الاساسيه ولكنها اصغر حجما، تقدر تخليني استوعب سوائل كويس، ده هيخليني انا مش احس ان انا عملت العمليه ان شاء الله، وجسمي يوصل له نفس كميه السوائل ونفس كميه بس كميه اكل اقل شويه وعلى مراحل، فده هيخليني انا اقدر ان انا جسمي يوصل له التغذيه اللي هو محتاجها وفي نفس الوقت اخس كويس ان شاء الله باذن الله. طبعا لما اقدر اشرب سوائل كويس ده هيخليني اقدر اتجنب الترهلات، لما اقدر اشرب سوائل كويس ضغطي مش هيوطى فمش هحس بالدوخه والتعب، لما اقدر اشرب سوائل كويس ده هيخليني انا الحرق عندي كويس، هيخليني ما عنديش اي مشاكل، هيخلي بشرتي كويسه، جلدي كويس، كل حاجه في جسمي هتبقى كويسه. فدي اول نقطه حبيت اتكلم فيها. النقطه الثانيه وهي نقطة التكنولوجي أو الأدوات الحديثة اللي بقينا دايما حريصين إن احنا نستخدمها في هذا النوع من العمليات. وكل ما بنتابع أي حاجة جديدة بتكون بتظهر بره مصر خصوصا في الدول المصنعة للدباسات بنكون حريصين إن احنا نكون موجودة عندنا إن شاء الله باستمرار. أول حاجة حابب أتكلم عنها وهي احنا عندنا بصفة عامة دباسات نوعين، شركة اسمها كوفيديان وشركة اسمها إشلون. النهاردة هعرض على حضراتكم الدباسة الألترا. إيه الدباسة الألترا دي؟ الدباسة دي زي ما احنا شايفين كده دي دباسة متطورة، بيبقى فيه الجزء بتاعها ده الفرق بينها وبين الدباسة القديمة ان الجزء بتاعها ده ميتال فبيخلي الاستابيليتي بتاعتها اقوى بكتير، اليد بتاعتها والتعامل بتاعها اسهل، تعاملها مع الانسجة بيبقى بقوة وكمبريشن او بيقدر يضغط الانسجة بقوة اكتر شوية فتقدر تقفل المعدة بصورة افضل شوية. الدباسة دي بيركب عليها مجموعة من الغيارات، يمكن لو شفنا التطور بتاع الغيارات بالمنظر ده، دي كانت الغيارات الاندو جي اي اي، بدأ يطلع ما هو احدث منها وهي الغيارات الاندو جي اي اي الارتكيوليتنج اللي هي تقدر تلف يمين وشمال فتساعدني ان انا اصمم المعدة بالشكل اللي انا عايزه بطريقة اسهل شوية. الحاجة الثالثة والاكثر تطورا ونجاحا والعالم كله بقى ستاندرد بيستخدمها دلوقتي وهي تكنولوجيه التراي ستيبلر تكنولوجي. يعني ايه تراي ستيبلر؟ زي ما احنا شايفين هنا لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان تراي ستيبلر تكنولوجي يعني ايه؟ ان انا ازاي اقدر استخدم الغيار ده بيحط ثلاث صفوف كحاجز امان. بس الفرق بينه وبين الغيارات اللي قبله او الدبيس اللي قبله ايه؟ ان ده كان بيخليني احط ثلاث صفوف 1 2 3 بمقاسات مختلفة. اول واحد يقفل المعدة بقوة بس واسع شوية، اللي بعديه اضيق سنة فيقفل بقوة اكتر واضيق سنة، تالت واحد اللي من بره خلص بيقفل اكتر بكتير اضيق بكتير فبيقفل اشارات دموية كويس، فبيقلل قصة ان يحصل اي سيولة من مكان الدباسة وبيقلل القصة مشاكل زي التسريب والحاجات دي كلها، فنسبة الامان فيه عالية جدا. ده اللي بيركب على الدباسة اللي هي الجي اي اي زي ما نشوف ان شاء الله مع بعض في العمليه اللي معانا، وبيقدر ان هو يعمل ارتكيوليشن ويلف معانا ويحط ثلاث صفوف بمقاسات مختلفه. هنيجي للحاجه الثانيه وهي الشركه الثانيه وهي شركه إشلون والدباسه اللي هي الإشلون فليكس. الإشلون فليكس دي دباسه برضه متطوره جدا، بتقوم دورها على ايه؟ بيقوم ان هي فيها خاصيه الارتكيوليشن زي ما احنا شايفين، بيتحط هنا فيها الدبابيس بتاعتها، الجزء ده الصغير ده هو اللي بيبقى جوه البطن بس عشان كده بنحتاج فتحات صغيره قوي، ندخل منها يا دوبك ما تعديش 1 سنتي، يبتدي ان هو يقفل الايه؟ المعده باحكام وبدقه شديده. طيب ده بنحتاج ان احنا نحط عليه ايه؟ بنحط عليه حاجه اسمها الدبابيس اللي هي بتركب على الدباسه. لو احنا شفنا برضو التطور احنا عندنا هنا ده 16 وهنا 16 بلس. بلس يعني ايه؟ يعني زائد حاجه اسمها جريبنج سيرفيس تكنولوجي او خاصيه موجوده معينه في الغيار ده ان هو بيعمل جود جريب، يعني بيقفل الانسجه باحكام شديد جدا جدا جدا. ازاي؟ انه بيبقى فيه مرتفعات ومنخفضات عشان تقدر ياخد الماده جواه باحكام وتطلع الدبابيس تقفلها باحكام شديد جدا. الحاجات المساعده لينا احيانا واحنا بنستخدمها زي في عمليه تحويل المسار، النهارده بنتكلم في تكنولوجي برضو متطوره قوي وهي حاجه اسمها الفي لوك. الفي لوك ده خيط بيبقى عامل زي الهلب بتاع السفينه. تعالوا نشوف انا هرسمه لكم كده عشان نشوف مع بعض الخيط ده بيشتغل ازاي. الخيط ده بيبقى عباره عن ابره، الابره دي متوصله بخيط، ده اللي كان الخيط العادي في الاول. تعالوا بقى نشوف الفي لوك ده بيبقى شكله عامل ازاي. ابره زي كده وده الخيط،
بس اول حاجه الخيط ده الماتيريال اللي فيه قويه جدا جدا جدا. في بعض الانواع منه بتحط عليها مضاد حيوي بيبقى انتي باكتيريسايدال، نفس الخيط نفسه كان فيه مضاد حيوي موضعي فيقلل ان يحصل التهاب تماما. الحاجه الثانيه والميزه الاهم ان هو بيبقى فيه خاصيه اللي هو زي ما احنا شايفين كده الهلب بتاع السفينه، فبيعدي من الانسجه. لو احنا شفنا مثلا تخيلنا ده النسيج اللي هيعدي، هتعدي فيه الابره او هتقفله، لو احنا شفنا بيعدي الهلب ده يجي كده يروح هو معدي من هنا بسهوله، بس بعد ما يعدي الخيط هيبقى يجي ما ينفعش يرجع. ليه؟ خلاص هنا الجزء اللي بارز ده منعه ان هو يرجع لورا تاني، فقدر ان هو يقفل باحكام شديد جدا جدا جدا، فدي نسبه امان عاليه جدا. هنشوف برضو مع بعض ان شاء الله في الحاله اللي معانا اللي احنا هنصورها حاله تكميم المعده، هنشوف هنستخدم حاجه اسمها السيرجي سيل. السيرجي سيل ده حاجه كده عامله زي الشاش، بس الميزه فيها ان الجسم بيقدر يمتصها. فيها ميزتين، اول حاجه دي بتطلع مواد معينه بتقفل اي شحرات دمويه ممكن نكون احنا مش شايفينها، فتمنع النزيف تماما وتمنع السيوله تماما. الحاجه الثانيه ان برده بيبقى فيها مضاد حيوي موضعي يقل يمنع الالتهاب تماما، وفي بعض منها كمان بيبقى فيه مواد بتساعد على الهيلينج، بتساعد على الالتئام. كل دي طبعا تكنولوجيا متطوره جدا اصبحت بتستخدم، واصبحنا الحمد لله بنستخدمها بصوره فعاله عشان نقدر نوصل لنسبه امان عاليه جدا جدا. زي ما احنا شايفين مع بعض ده جهاز الكي اللي جاشور اللي بنقدر نستخدمه عشان يديني قوه شديده انه يقفل الاشارات الدمويه الصغيره. بنستخدم له يد اسمها اليد اللي جاشور. اليد دي لو احنا هنشوفها دلوقتي يبقى شكلها بلانت. بلانت يعني ايه؟ زي ما احنا شايفين كده دي كيرفت، مش بلانت، كانت في الاول بلانت، النهارده بقت شكلها كيرفت، فبنقدر نسلك بيها الانسجه بصوره محكمه اكتر وبتخلينا نقدر نشتغل بصوره افضل بكتير. دي الخطوه الثانيه او البند الثاني تحت عنوان زي ما قلنا الانهانسد ريكفري، او ازاي ان انا افوق من العمليه بسرعه واوصل لعمليه امنه 100%. هنيجي للبند الثالث وهو ايه؟ تسكين الالم. اللي احنا زي ما احنا كنا عرضناه لحضراتكم قبل كده جهاز تسكين الالم الحديث اللي هو بيبقى فيه جزء بيركب زي الساعه هنا، والجزء ده بنحطه في جيبنا بيفضل يحقن مسكن كل ساعه، وكمان في اي وقت حسيت بوجع بدوس على الزر ما بحسش بالوجع خالص، فما عنديش اي وجع ان شاء الله بعد العمليه خالص. هنيجي بقى للحاجه الرابعه واللي يمكن اول مره نتكلم عنها، وهي تقنيه الريديوست بورت، ان انا ازاي بقدر اقلل عدد فتحات المنظار اللي انا بدخل بيها. يمكن لو احنا شفنا شكل البطن بالمنظر ده كده، احنا بيبقى في بعض الناس بيعمل العمليه دي ممكن بفتحه هنا فتحتين هنا وفتحتين هنا وواحده هنا كمان، فبيعملهم بحوالي 6 أو 7 فتحات. احنا مع الوقت الحمد لله ومع الخبره مع الوقت بقينا بنقلل عدد الفتحات دي، فبقينا ممكن نستغنى عن الفتحه اللي فوق وعن الفتحه اللي في الجنب وعن الفتحتين دول، اصبح يبقى عندي 3 فتحات صغيره مجرد واحده بدخل بيها بالكاميرا وفتحتين صغيرين بستخدمهم للالات بتاعتي، فبالتالي قللت عدد الفتحات بقى عندي ممكن 3 فتحات بس. قدرت ان انا استخدم تقنيه الويديوز بورت دي هتخلي ما عنديش الوجع اقل بكتير، في نفس الوقت هتخلي تعاملي مع الانسجه اقل فهتخلي النقاهه بتاعتي احسن. الاربع حاجات دول زي ما قلناهم اللي هي الدباسات الحديثه، التعديلات اللي احنا بنعملها في العمليه، جهاز تسكين الالم، والحاجه الرابعه اللي هي تقنيه الريديوست بورت او ان انا اقلل عدد الفتحات، كل ده بيوصلني ان شاء الله لنتيجه مثاليه في عمليه تكميم المعده. هنشوف ان شاء الله دلوقتي مع حاله مدام سميره، وزنها 180 كيلو، طولها 170، محتاجين ننزل اكتر من 100 كيلو من الوزن. هنشوف ازاي هنعمل العمليه بصوره مثاليه ان شاء الله عشان نقدر نوصل للانهانسد ريكفري، او ان انا اقدر افوق بسرعه وما احسش ان انا عملت اي عمليه خالص، ويبقى انا بصحتي وكل حاجه زي ما انا قبل العمليه.